بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لكم إخواني وأخواتي المقبلين على اختبارات القدرات الورقية. نكمل معا لشرح تجميعات القدرات من اختبارات الفترة الأولى. بحب أؤكد أن غالبية الأسئلة أتت من هذا الكتاب الهام. من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6 مع هذا السؤال القوي. بيقول هنا: خلط تاجر نوعين من العسل ليحصل على 30 كيلو جرام. تكلفة الكيلو الواحد 18 ريال، فإذا كانت تكلفة الكيلو من النوع الأول 14 ريال وتكلفة الكيلو من النوع الثاني 20 ريال، فكم كيلو جرام يلزمه من النوع الثاني ليحصل على الكمية المخلوط؟ بطريقة سهلة، هو معاه 30 كيلو والكيلو الواحد الخليط يعتبر ب 18 ريال، اضرب ال 30 في 18 يعطينا المبلغ المدفوع. اضع الصفر هنا حق ال 30 واضرب ال 3 في 8 ب 24 ومعايا 2، 3 في 1 ب 3 و2 5، يبقى هو الان دفع 540 ريال من النوعين، النوع الاول ب 14 ريال والنوع الثاني ب 20 ريال. نعمل عمليه تجريب. لو افترضت انا من النوع الثاني اللي هو ب 20 ريال معاه 20 كيلو، 20 في 20 هيعطينا 400. طيب هم 30 كيلو، لو خدت هنا 20 كيلو يبقى باقي كام؟ باقي 10، اضرب 10 في 14 يعطينا 140. لو جمعنا كده ال 140 اللي من النوع الاول وال 400 اللي هي ثمن النوع الثاني هيعطينا 540. كلام صحيح، يبقى هو هنا اشترى 20 كيلو من النوع الثاني اللي هو الغالي اللي هو ب 20 ريال واختار جيم. ننتقل للسؤال الثاني. بيقول هنا: طائرة عدد مقاعدها 320 مقعد، 40 مقعد لدرجة رجال الأعمال والباقي للدرجة السياحية، وكان نسبة مقاعد رجال الأعمال الشاغرة 20% ونسبة مقاعد الدرجة السياحية الشاغرة 10%، ما مجموع المقاعد الشاغرة في الطائرة؟ تعرفين الشاغرة اللي هي الايه؟ الفاضية او الخالية. نحل مع بعض كده. انا عندي 320 كل مقاعد الطائرة مقسمين الى ايه؟ قسمين. هنا درجة رجال الاعمال وهنا الدرجة السياحية. رجال الاعمال كام؟ 40، يبقى الدرجة السياحية الباقي من 320 اللي هي 280 مقعد. بيقول في هنا 20% من درجة رجال الأعمال شاغرة. عارفين طبعا 10% طريقة سهلة، أواخر من العدد صفر هذا يعطينا 10%، وكمان 10% يعني يعطينا 4 و 4، ال 20% يعطينا كام؟ 8 مقاعد شاغرة. وبيقول هنا في الدرجة السياحية في 10% شاغرة، 10% من العدد أشيل منه صفر فقط، يبقى هنا في 28 مقعد شاغرة في درجة السياحية. أجمع الآن الثمانية مع الثمانية وعشرين هيعطينا 36، كده مجموع المقاعد الشاغرة 36 وأختار باء. ننتبه بس لأن في التجميعات موجودة إن هي 40، وطبعا 40 خطأ، الجواب الصحيح باء 36 مقعد. بيقول هنا: تصفح أحمد كتاب فيه 253 صفحة، إذا قرأ في اليوم الأول 15 صفحة واليوم الثاني 13 واليوم الثالث 11 وهكذا بهذا النمط، فكم يكون ما قرأ بعد اليوم السابع؟ يبقى هنا في اليوم الأول 15 وبعد كده 13 وبعد كده 11 بهذا النمط، يعني بهذه ايه؟ بهذا التسلسل، يعني كل مرة بينقص 2، يبقى هنا 9 وبعد 9 7 وبعد 7 5 وبعدها يصير ايه؟ 3. كده مجموع ما قرأه أحمد. أجمع بطريقة سهلة: 15 مع 5 باستخدام خاصية الإبدال هيعطينا 20، و 13 مع 7 هيعطينا كمان 20، و 11 مع 9 يعطينا كمان 20، وهذه الثلاثة الأخيرة يطلع الجواب 63، وبكده أختار ألف. مع سؤال آخر هام. بيقول هنا: خمسة أمثال عدد مطروحا منه 2 هو 18، فما هو العدد؟ كمان نخلي بالنا إن هذا السؤال صحيح في التجميعات، لكن الخيارات قد غير صحيحة، هذه الخيارات الصحيحة. طبعا هنا في طريقة اسمها الحل من نهاية السؤال او الحل من نهاية المسألة. بيقول لما اطرح منه 2 صار 18، يبقى انا اقول هنا 18 زائد 2 هيعطينا 20. وبيقول هنا خمسة امثال العدد، يبقى هنا العشرين هو خمسة امثال يعني ضرب، انا اقسم العشرين على كام؟ على 5 هيعطينا العدد 4. هذه استراتيجية الحل من نهاية السؤال. في حل اخر باستخدام المعادلات، او ممكن اقول هنا خمسة امثال العدد يعني 5 س مطروحا منه 2 يساوي 18، كده عملت معادلة وحل هذه المعادلة. أودي 2 الجهة الثانية بإشارة مخالفة، سالب 2 تروح الجهة الثانية تروح موجب 2، يبقى 5 س هتساوي 18 و 2 يعطينا 20، أقسم على 5 في الطرفين، يبقى إذا قيمة الس هتساوي 4 أو العدد المطلوب هيساوي 4، وبكده أختار ألف.
مع سؤال آخر هام، بيقول هنا أبعاد غرفة مستطيلة هو 2 متر و3 متر، الأبعاد اللي هي الطول والعرض، نريد تبليطها ببلاط مربع طول ضلعه 25 سنتيمتر، فكم عدد البلاط؟ طبعا لما بيقول لنا كم عدد البلاط، فأنا بقول العدد هيساوي مساحة الغرفة، أجيب مساحة الغرفة على مساحة البلاط الواحدة، أقسم المساحة على المساحة. مساحة الغرفة أضرب الطول في العرض إنها مستطيلة 2 متر في 3 متر، والبلاطة الواحدة طول ضلعها 25، 25 يعني تمثل ربع متر، يبقى أضرب الطول في العرض، أضرب الربع في الربع. في عندنا قاعدة بتقول إن مقام المقام بسط، يعني الأربعة هذه تطلع فوق تنضرب في الاثنين، وكمان الأربعة هذه تطلع فوق تنضرب في الثلاثة، يصبح المقدار 4 في 2 ب 8 على 1، وهنا نفس الشيء، ال 4 في 3 يدينا 12 على 1، 8 في 12 يعطينا 96، يبقى انا محتاج 96 بلاطه. في حل اخر، واحد بيقول انا هحول الان من امتار الى سنتيمتر، ال 2 متر يعني يعطينا كام؟ 200 سنتي، وال 300 وطول ضلع البلاطه كما هو 25 سنتي، طول الضلع اضربه في طول الضلع عشان يعطينا المساحه، واعمل عمليه تبسيط، اقسم ال 200 على 25، تعرفين المية على 25 فيها الأربعة، يبقى الميتين على 25 فيها الثمانية، برضو 300 على 25 يعني أربعة وأربعة وأربعة يعني دينا 12، يبقى عدد البلاط أضرب 8 في 12 نفس الجواب يدينا 96، وبكده أختار باء. مع سؤال آخر سهل، بيقول هنا إذا أنفق سعيد ثلاث أرباع ما معه وكمان صرف 9 ريالات، فيتبقى معه 6 ريالات، فكم كان معه؟ خلاص انتوا عرفتوا استراتيجية الحل من نهاية السؤال. ممكن اقول هنا هو تبقى معه كام؟ 6، وهو صرف ايه؟ 9 ريال، يعني هذا المفروض ان انا اعمل ايه؟ زائد 9، 6 زائد 9 يعطينا 15، وبقول انفق 3 ارباع، يبقى ال 15 هذه تمثل ايه؟ تمثل ربع العدد، الربع الان يمثل 15، يبقى العدد كامل اضرب ال 15 في 4 هيعطينا 60، وبكده اختار الف. نيجي لهذا السؤال على مساحة الجزء المظلل، بيقول هنا أوجد مساحة الجزء المظلل في الشكل الآتي، أنا عندي هنا مثلث قائم الزاوية وعليه بعض الأضلاع، قلنا دائما لما نحب نجيب مساحة الجزء المظلل اللي هو ده، أعمل إيه؟ أجيب مساحة الجزء الكبير اللي هو موجود منه وأطرح منه مساحة الجزء الأبيض اللي هو ده، طيب مساحة المثلث الكبير يبقى أنا أجيب مساحة المثلث الكبير ناقص مساحة المثلث الأصغر اللي هو الأبيض، ده يعطينا مساحة الجزء المظلل، المثلث الكبير هنا طول الضلع هنا الارتفاع بتاعه هيبقى 9، وأضربها في القاعدة اللي هي 4 وأقسم على 2، لأن قانوني نص القاعدة في الارتفاع، 9 في 4 ب 36 تقسيم 2 يعطينا 18، ومساحة المثلث الصغير اللي هو الأبيض ده أنا عندي هنا 6 وهنا 4، أضرب 6 في 4 ب 24 قسمة 2 يعطينا 12، يبقى هذا هيطلع 12. الآن مساحة المثلث الكبير 18، أطرح منها مساحة المثلث الأبيض اللي هو 12 يعطينا 6، وبكده أختار ألف. نلتقي قريبا إن شاء الله مع الحلقة الرابعة من تجميعات الورقي الفترة الأولى. شكرا والسلام عليكم.